نيوف البادي عمرها 13 سنة بس احترفت التصوير من طفولتها، أصبحت من الموهوبين والمبدعين ولاقت صورها انتشار واسع رغم صغر سنها. أوضحت والدتها أنها اكتشفت موهبتها وحبها للتصوير من طفولتها، وأيضا معلماتها ألحوا عليها باقتناء كاميرا خاصة فيها. يذكر أن نيوف حصلت على المركز الأول في يوم المهنة للطالبات على مستوى جنوب الرياض، وشاركت بعدد من المعارض المهتمة بالتصوير، وانضمت لها العديد من الفرق الخاصة للتصوير والمعارض والمؤتمرات. انضم لي هنا في الاستوديو المصورة الموهوبة ريوف البادي، حياك الله يا ريوف. حياك. وش الشهادات؟ وش الشغل؟ أنت مصورة ولا رسامة ولا ثنتين؟ كل اثنين. ها ها، متى بديتي؟ يمكن من الرابع ابتدائي. أيوة. قالت لي ماما كنت صغيرة وأرسم، أحب الرسم، ألعب دائما بألوانها ومكياجها. كل البنات يسوون كذا. إيه. عندي بنتي تسوي نفس الشيء. أيوة. والتصوير كنت أخذ جوال ماما. إيه. يوم شافت ماما اني احب التصوير وكذا عطتني كاميرا خالتي، صرت اصور بها. بعدين بعدها يوم شافتني طورت موهبتي شرت لي كاميرا خاصه. وبعدين يوم شرت الكاميرا وش اللي صار؟ صرتي مزجتهم تصوير. ايه، ودخلت دورات. ايه دخلت دورات وتعلمت. وش سويتي في الدورات هذه؟ تعلمت منها. ايه. وعرفت اخطائي في التصوير. ايه. كيف ممكن التصوير يكون مميز صورة عن صورة تتميز؟ كيف ممكن أعرف أنا كشخص عادي ماني محترف؟ أول شيء إن الميلان في الصورة مو احتراف، لأن شفت ناس كثير بالجوال. أي دائم يميلون في السناب. أيوة. هذا ما يعتبر احتراف. أيوة. والدقة. أيوة. مثلاً أنت شخص قدامي أبغى أصورك، أبغى أعزل وراك أحط نقطة الفوكس على عينك. أها. ووراي وش يصير؟ أعزل. عزل يكون يعني فرضا لون اسود فرضا او اي يكون عزل يعني يقول مخرج اوت فوكس يكون. ايوه كذا تقولون، هذه المصطلحات حقتكم. طيب المدرسات في المدرسه كيف كان تعاملهم؟ لانه السؤال هذا جاني من يعني مدرسات عندك. دعموني والله. ايه ايش سووا لك؟ دعموني مدرستي 72 متوسطه اللي فيها انا حاليا. كسبتي هذه الجائزه؟ اي نعم، طلعوني مكتب الاشراف، اخذت الجائزه الاولى. احنا عندنا واحد من الزملاء هنا زوجته درسك، وعشان كذا انت عندك واسطه عندنا، فما نقدر نقول لك شيء، لكن انا مبسوط جدا فيك. ان شاء الله يا رب الفتره الجايه نشوف صور جميله لك. هذه من صورك؟ اي نعم. هذه دائما تطلعين برا البيت بحيث تلقين صور؟ كاميرتي ما تنزل من السياره. في السياره ما تحطينها في السياره؟ ايوه. وتزعجينهم دائما يطلعوني عشان اصور. اي مو عاد ازعاج. أيه. اذا طلعنا شفت منظر حلو اصوره. الحين بالاجازه هذه في فعاليات كثير عند هيئه الترفيه. ايه. تحضرينها؟ ان شاء الله. طيب ليش ما تتواصلين مع زي هيئه الترفيه، زي هيئه السياحه، تقول لهم انا بصور عندكم؟ سجلت بالثقافه والاعلام. ايوه. ان شاء الله. ثقافه وفنون. ايوه. ان شاء الله عاد يطلعوني. والله ريوف انا مبسوط انه انت مشرفتني اليوم. شرف لي. بس ابي صوره لي انا. ابشر. يلا صوريني الحين. صوره ترى بنحطها، حطوها لنا يوم الاحد ولا بكره. يلا صوريني صوره زينه. حلوه بس. اظنك بتطلعيني اوت فوكس. وش هو اوت فوكس؟ يلا. اصبر اشوف فوق. اول مره يكون الاستوديو هادي كذا، كويس؟ هو كويس؟ كيف؟
ما اعرف اضحك. لا والله حلوه. اكيد حلوه الصوره. وريهم الصوره. خليهم يشوفون. يلا قربوا خلكم تشوفون صوره ريوف عشان الجهات اللي زي هيئه الترفيه والثقافه والفنون يشوفون صور ريوف ويخلونها تجي عندهم وتحضر فعالياتهم. شكرا لك يا ريوف، وشكرا لمعلماتك ووالدتك وهلك اللي اليوم شرفونا كلهم هنا. شاكرين لكم مقدرين، وان شاء الله يا رب نفتخر بصورك اللي تصور اشياء جميله جدا في المملكه. شكرا لك يا ريوف، يعطيك العافيه. مع ريوف نغلق اخر ملفاتنا لليوم باذن الله. ان كنا من الاحياء لنا موعد بكره. استودعكم الله. اشكري ابغى اشكر مدرستي 72. اشكر القائده وضحى العتيبي واستاذه رائده شراكة مجتمعية تغريد الحافي. وأشكر من خيال عدستي نطور من موهبتي وكابتشر كام ما قصروا معي. والله تستاهلين كل خير. شكرا لك.